بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا من جديد إلى فقرة جديدة مع كتاب بيغي كومبخوند لتعليم اللغة الفرنسية. طبعا لازلنا مع صوت ف الذي يكتب ب بي اش و اف، الذي يكتب ب بي اش و اف. رأينا أيضا هاد الصوت الذي يعطي الصوت س، الذي يعطي الصوت مثل صوت S. نتكلم هنا عن الحالات الذي يعطي في حرف C الصوت K، ونريد من حرف C طبعا في هذه الحالة أن يعطينا الصوت كصوت S. مثلا عندما تكون C متبوعة بO أكيد أن S تعطي الصوت K، عندما تكون متبوعة بA أكيد أيضا أن S تعطينا الصوت K، عندما تكون متبوعة بE كما عندنا هنا أكيد أن ستعطينا الصوت ك، لكننا في هذه الحالة طبعا نريد أن تعطينا الصوت س. إذن طبعا نضيف لها هاد لاسيديل، نضيف لها ما نسميه لاسيديل، الجزئية الموجودة في أسفل سي تشبه الرقم 5 تقريبا. رأينا هاد الأصوات فيي فيي فار فيي غران بير أتيليغرافيي، إذا جدي أنه أرسل رسالة عن طريق التليغراف. ماذا قال فيها؟ grand-mère est très malade. grand-mère est très malade. جدتي مريضة جدا. ميشيل est allé à la pharmacie. إلى acheté du coton. ميشيل est allé à la pharmacie. إلى acheté du coton. إذا ميشيل ذهب إلى الصيدلية هو اشترى قطنا. روني a reçu une lettre de son cousin. إذن روني توصل برسالة من ابن عمه أو ابن خاله الفارماسيان. جاك viendra bientôt. إذن جاك سيأتي قريبا. Il doit nous télégrapher. إذن يتوجب عليه أن يخبرنا عن طريق التليغراف. ثم رأينا الكلمات إلى ميدي مون غارسون. إلي ميدي، إنه منتصف النهار. مون غارسون، كما نقول طفلي. لا فارماسي إي فارمي. لا فارماسي إي فارمي. لا فارماسي إي فارمي. إذا الصيدلية مغلقة. إذا عندنا إلي ميدي. إلي ميدي، إنه منتصف النهار. إلى ميدي. ثم عندنا مون غارسون. مون غارسون، La pharmacie est fermée.
Ensuite, nous découvrons ces images. Et d'un bout d'un, acteur Shiva des Sour, nous prenons la première image. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens? Man yakun haoul innas. Qui sont ces gens? Ce sont les maçons. Les maçons. Les maçons. El bennaoun. Taban, itnan, kama indanouna, fama fouk, tu'tabar jamais fil l'oral farancia. Et d'un, les maçons. El bennaoun. Nous passons à la deuxième image. Qui est-ce? Qui est-ce? Nous prenons la deuxième image. Qui est-ce? Bien sûr, c'est Ronnie. C'est Ronnie. C'est Ronnie. C'est Ronnie. Il n'a Ronnie. Que fait-il? Que fait-il? Médiéval. Ronnie apprend sa leçon. Ronnie apprend sa leçon. Ronnie est allem d'arceau. Ronnie apprend. Adnana le verbe apprendre. عندنا لو فيرب ابروندر كما لو نقول تعلم لا نتكلم عن لو فيرب بروندر اذن روني ابرون سا لوسون روني يتعلم درسه اذن نتكلم عن لو فيرب ابروندر فعل تعلم ولا نتكلم عن لو فيرب بروندر يعني فعل اخذ مثلا كما راينا في المسابق روني برون لو تران روني ياخذ القطار المقصود بانه يركب في القطار هنا عندنا Ronnie apprend sa leçon. Et dans Ronnie, il y a drus d'arsao, comme on a dit, ou il y a ta'allam d'arsao. Nous passons à la troisième image. Qu'est-ce que c'est? Nous prenons la troisième image et nous posons la question. Qu'est-ce que c'est? La troisième image représente un téléphone. La troisième image représente un téléphone. Et dans sur la réalité, tu m'as-t-il un téléphone fixe? Un téléphone fixe. نتكلم عن هاتف ثابت طبعا في هذا الوقت اللي كاينه في هذه الصوره هذه كان فقط هذا الهاتف ما كانش الهاتف المتنقل اللي تنعرفوا الان اذا طبعا عندما نقول ان تليفون مباشره نقصد به هذا الهاتف لانه هو الموجود في ذلك الوقت اما الان فنفرق بين لو تليفون فيكس اي لو تليفون بورتابل اي لو تليفون بورتابل اذا نفرق بين الهاتف الثابت السلكي نفرق بينه وبين الهاتف المحمول nous passons à la quatrième image nous passons à la quatrième image et nous posons la question qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est nous prenons ces deux lampes comment appelle-t-on ces deux lampes comment les appelle-t-on on les appelle les phares les phares les phares مصباحي السيارة يسميا les phares les phares nous prenons la cinquième image نأخذ الصورة الخامسة qui est-ce qui est-ce c'est le photographe c'est le photographe إذا نتكلم عن المصور le photographe طبعا رأينا في المسابق une belle photographie نتكلم عن صورة جميلة طبعا اختصارا نقول اون فوتو الان اختصارا نقول اون فوتو يعني المقصود بها صوره هي اختصار لكلمه اون فوتوغرافي اون فوتوغرافي نو باسون على سيزيام ايماج اي نو بوزون لا ميم كيستيون كيسكو سي اي نو بوزون لا كيستيون كيسكو سي ونطرح سؤال ماذا كيسكو سي كيسكو سي سي ان فوك سي ان فوك إذا نتكلم عن فقمة نتكلم عن حيوان بحري يسمى ان فوك نبخونو لا سيتيام ايماج نأخذ الصورة السابعة إي نوبوزون لا كيستيون كيسكو سي كيسكو سي سي لا موسون سي لا موسون سي لا موسون إذا نتكلم عن الصنارة لا موسون لا موسون سي ان اوتي باغ لوكيل اون اتراب لي بواسون Enfin, nous prenons la dernière image. Enfin, nous prenons la dernière image. Et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? C'est l'électrophone. Et nous parlons d'un jihaz sauti qui a été utilisé. Nous parlons d'un jihaz sauti qui a été utilisé. Pour l'instant, nous passons à ce paragraphe
Et nous prenons tout d'abord les mots. Et nous prenons tout d'abord quelques mots avec C, avec Cédil. Avec C qui prend une Cédil. Et donc, nous avons parlé de kalimat lati tuktab C, lati ta'khud al-juz'iyya. Nous sommes Cédil, une Cédil. On a tout d'abord le maçon répare la façade de la maison. Le maçon répare la façade de la maison. كما نلاحظ بأن كلمة لوماسون أن السي جاءت متبوعة بأو في الأصل تعطينا الصوت كو عندما ننطقها. إذا نريد أن تعطينا الصوت كصوت إس إذا طبعا نضيف لها الجزئية لوماسون. طبعا هذا يحصل طبعا في بعض الكلمات، ليست كل الكلمات المتضمنة للصوت سو أنها تكتب بهذا الشكل. هناك بعض الكلمات مثل كلمة لوماسون، مثلا كلمة لا فاساد يعني الواجهة. إذا كما تلاحظوا بأن السي جاءت متبوعة بأ، إذا ستعطينا الصوت ك، ولكي لا يكون ذلك ولكي تعطينا الصوت س، إذا طبعا سنضيف لها الجزئية. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن السي ممكن تعطينا الصوت س ولكن بدون هاد الجزئية، إذا كانت متبوعة بإي غريغ، إذا كانت متبوعة بإي، إذا كانت متبوعة بأ. نقول مثلا سو غارسون، سو غارسون هذا الطفل. هاد كلمة سو، إذا طبعا كما تلاحظوا بأن السي مع أ، هاد السي عطاتنا صوت كصوت إس بدون أن نضيف لها هاد الجزئية. عندما نتكلم مثلا عن كلمة سيكليزم، نتكلم عن رياضة الدراجات سيكليزم، إذا طبعا السي متبوعة بإي غريغ، إذن أكيد أن السي ستعطينا الصوت سو ولكن بدون أن نضيف لها الجزئية. عندما نتكلم عن كلمة إسي هنا، إسي هنا، إذن طبعا السي متبوعة بإي ستعطينا الصوت سو ولكن بدون أن نضيف لها الجزئية. إذن نتكلم هنا عن الحالات التي لا تنطق فيها السي كأس ونريدها أن تعطينا هذا الصوت في بعض الحالات، ليست في كل الحالات. إذا لو ماسون ريبار لا فاساد دو لا ميزون. إذا لو ماسون ريبار لا فاساد دو لا ميزون. لو ماسون ريبار. On a ici le verbe réparer. Conjugué au présent. Réparer يعني أنك تصلح. La réparation يعني الإصلاح. لو ماسون ريبار لا فاساد. إذا نتكلم عن البناء. نتكلم عن البناء ريبار. البناء تيصلح، شنو تيصلح؟ لا فاساد الواجهة. الواجهة ديال اش؟ دو لا ميزون، واجهة المنزل. البناء يصلح واجهة المنزل. لو ماسون ريبار لا فاساد دو لا ميزون. لو ماسون ريبار لا فاساد دو لا ميزون. لو ماسون ريبار لا فاساد دو لا ميزون. Ensuite nous passons à des mots qui comprennent le son feu, mais cette fois-ci avec ph. Et donc, ça nous rappelle les kalimats mutadammina les sound feu, ولكن التي تكتب ب ph. Par exemple, l'alphabet. 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 Et donc, nous allons parler des lettres hijaïyes. L'alphabet. Thomas, Philippe. Philippe. شخص يسمى فيليب. اسم شخص يسمى فيليب. الدولة المعروفة فيليبين تكتب بهذا الصوت. فيليبين تتضمن بي اش. ان الكتروفون. ان الكتروفون. ان الكتروفون. ان الكتروفون. ان الكتروفون. فيما تنوجدو شي كلمة فيها فون تنعرفو صوتي. الكتروفون. كما نتكلم عن جهاز صوتي الكتروني. ان الكتروفون. انسوت نو باسون ا سو بيتي تيكست كي كوم تيتر لا ليتر دو روني. اذا نتكلم عن هذا النص الصغير الذي عنده كعنوان لا ليتر دو روني، رساله روني. ميركودي 3 اكتوبر يعني يوم الاربعاء 3 اكتوبر. وضع التاريخ في هذه الجهه
mercredi 3 octobre. يوم الأربعاء 3 أكتوبر الشهر العاشر من السنة الميلادية. mon cher oncle عمي العزيز عمي العزيز. mon cher oncle mon cher oncle عمي العزيز. je suis maintenant revenu à la maison. أنا الآن je suis maintenant أنا الآن نتكلم عن نفسي هو يتكلم عن نفسي. je suis revenu أنا عدت. Je suis maintenant revenu. أنا الآن عدت. À la maison. إلى المنزل. Je me suis bien amusé avec vous. Je me suis bien amusé avec vous. Je me suis bien amusé avec vous. طبعا لو فيرب amusé أنك تلعب أنك تستمتع أنك تقضي أوقات جميلة إلى غير ذلك. إذن je me suis bien amusé. كما نقول أنني استمتعت avec vous معكم أنني لعبت معكم أنا أمضيت وقتا جميلا معكم. je me suis bien amusé avec vous. je vous remercie de tout mon cœur. أنا أشكركم. je vous remercie. طبعا عندنا هنا لو فيرب remercier إذا ممكن تقول للشخص je vous remercie أو تقول له merci شكرا. je vous remercie أنا أشكركم de tout mon cœur من كل قلبي. tout mon cœur من كل قلبي. ici هنا tout le monde va bien. إذن هنا كما نقول كل العالم يسير بشكل جيد. هنا المقصود tout le monde. طبعا le monde هو العالم ولكن هي عبارة تقال هكذا المقصود الكل. ici tout le monde va bien. بأن الأسرة تسير بخير بأننا بخير إلى غير ذلك كلنا على خير. بمعنى آخر ici tout le monde va bien. ici tout le monde va bien. إذن هنا الكل يسير بخير. j'ai bien travaillé à l'école. أنا عملت جيدا في المدرسة. j'ai bien travaillé أنا عملت جيدا المقصود بأنني قمت بمجهود. j'ai bien travaillé à l'école. أنا عملت أنا قمت بعمل جيد à l'école في المدرسة. j'ai été sage أنا كنت متعقلا. j'ai été sage أنا كنت متعقلا. كما نقول أنا كنت حكيما أنا كنت رزينا كنت أستعمل عقلي بمعنى آخر. j'ai été sage je suis mes leçons. طبعا عندنا هنا le participe passé الخاص بفعل savoir. je suis أنا عرفت. je suis أنا عرفت mes leçons دروسي. j'ai gagné une image. ثم انا ربحت. طبعا عندنا هنا لو فيرب غاني. j'ai gagné une image وانا ربحت صورة. اذا انا ربحت واحد الصورة الناس ولا يدوا عليا واحد الصورة. اذا بحال انا ربحت هذيك الصورة في قلوب الناس ولا يشوفوا فيا واحد النظرة. اذا je suis mes leçons انا عرفت دروسي. j'ai gagné une image وانا ربحت صورة. اذا نعيد mon cher oncle. je suis maintenant revenu à la maison. je me suis bien amusé avec vous. je vous remercie de tout mon cœur. ici tout le monde va bien. j'ai bien travaillé à l'école. j'ai été sage. j'ai su mes leçons. j'ai su mes leçons et j'ai gagné une image. une image. إذا نستأنف مع هذه الرسالة في الفقرة القادمة إن شاء الله. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.